السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا زميلتكم منار ممدوح من الفرقة الخامسة، وان شاء الله هشرح معاكم بارت 4 من الجلوكوما بإذن الله. اقدر افيدكم ما اضيعش وقتكم، ان شاء الله اكون فدتكم في الفيديوهات اللي فاتت. كل مرة كنت بدأ الفيديوهات اللي فاتت كنت بتكلم او بقول آية من سورة التوبة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. بس المرة دي عايز افكركم بآية كمان من سورة الكهف، الآية رقم 30: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا، صدق الله العظيم. يا رب انتوا احسن العمل، اتكلوا على ربنا، ربنا عمره ما هيضيع تعبكم يا رب. على قد المحاضرات الكتير اللي انتوا قاعدين بتسمعوها، على قد الوقت الكتير اللي بتاخدوه في المحاضرات وبتسمعوا كذا دكتور وتعملوا مجهود كبير قوي على المذاكره، على قد ما ربنا هيكرمكم. مش شرط في الدرجات بس ممكن يكرمك بعد كده في اي حاجه تانية في حياتك. ممكن لو انت بتسعى للدرجات ديت وانت عمال بتعمل مجهود زياده، بس شايف ان انت الدرجات ديت قليله على مجهودك، انت مش عارف الخير فين. انت ربنا بيديك الخير مش بيديك الدرجات. الفكره ان ممكن الدرجات الزياده دي كانت تضرك، او ده مش الخير ليك. وربنا بيديك الخير على قد مجهودك، بس مش مجهودك بس ان هو يكون درجات، ده ممكن يخليك يكون لك في شغل تاني احسن، في مستقبل تاني احسن، الشغل التاني اللي هو كتب، يعني اقصد في مكان معين بتخصص معين، فاهميني؟ ربنا يوفقك يا رب ويتقبل سعيك باذن الله. في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله على برايمر انجل كلوجر جلوكوما، وعلى السيرجيكال تريتمنت اللي موجود في اخر صفحتين في الشابتر. تمام، يلا نستعين بالله ونبدا. فاكرين يعني ايه جلوكوما؟ فاكرين يعني ايه جلوكوما يا دكاتره؟ انا كنت اشترطت في تعريف الجلوكوما، احنا كنا اشترطنا في تعريف الجلوكوما ان احنا يكون لازم عندنا ثلاث حاجات: الانترا اوكيولار بريشر يكون عالي، وان في حالات بيكون فيها نورمال تنشن، فهو بس لا هو ايه الميجر ريسك فاكتور. واشترطنا ان احنا نلاقي ديسك تشينج اللي هي عباره عن الكوبينج وعباره عن ساينز اللي شفناها المره اللي فاتت في الاوبن انجل. وثالث حاجه ان احنا يكون عندنا السيمتومز اللي هيجي بيه العيان اللي هو الفيجوال فيلد بتاعه هيتاثر، صح؟ دول كانوا ثلاث شروط. المره اللي فاتت شرحنا ان احنا عندنا في حاجه اسمها انجل، الانجل ديت اللي موجوده في الانتيريور تشامبر. الانجل دي موجوده في الانتيريور تشامبر ما بين الكورنيا والسكيلا من ناحيه، والايريس والسيلاري بودي، بتتكون من شوال بي لاين وترابيكيال مشورك والسكليرس وير او اسبار اي كان ايه، والانتيريور سيرفيس بتاع السيلاري بودي والايريس. تمام، مفيش اي مشكله. المره اللي فاتت قلنا ان هي مش بتتسد او بتتسد باي حاجه تانية، برايمر اوبن انجل تسد باي حاجه تانية غير الايريس. المره دي بقى لا، اللي منها مزعلينها اللي هي الايرس، اللي هي جزء منها هي اللي هتعمل فيها ايه، هي اللي هتسدها. شرط اساسي ان الايرس هي اللي تسد الترابيكيا المشهور. طب ما تسد، انت ناسين تعريف الجلوكوما اللي هو الشرط الاساسي منها زياده الضغط الانتراوكيولار بريشر. كان ليه بيحصل؟ ايه العامل المتغير اللي فيه؟ العامل المتغير اللي احنا كان سيلر الوادي ده كان بينزل، شايفين الالم؟ طيب السيلر الوادي ده كان بيفرز ايكوس، والايكوس دوت كان بيروح يخرج من هنا من الترابيكيا المشهور. فلما انا سد قصاد الطريق دوت ده معناه ايه؟ معناه انه هيتراكم ويعلي الضغط. تمام، وانا كمان سديته باللي منه اللي هي ايه؟ الايرس. ده اللي بيحصل في الصوره دي، شايفين الايرس هنا سدت الترابيكيا المشهور. طب سدتها ليه وازاي؟ ده اللي هنعرفه في الاسباب. بس الفكره ان هي الترابيكيا المشهور هي اللي بتاخد الايكوس، اتسدت بايه؟ بالايرس. الايرس كبرت او عليت، عملت حاجه كده بولج كده، راح سدت الترابيكيا المشهور. فالايكوس اهو اتكون، جه يطلع ما لقاش مكان، فقعد يتراكم 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 ويرفع لنا الضغط ويعمل لنا بقى ايه؟ كل مشاكل الانجل كلوجر جلوكوما. تمام، فترم انجل كلوجر ريفير تو اوكلوجر اوف ترابيكيا المشهور باي بريفرال ايرس اللي هي الايرس. تمام، وده هيوقف الايكوس اوت فلو. دي كانت الصوره للايكوس وهو ماشي بيروح للترابيكيا المشهور، وبعد كده يروح للفينز بتاعتها ويروح رايح للسيستميك سيركيليشن. تمام، طيب ايه هي العوامل اللي تخلي الانجل كلوجر جلوكوما دي تحصل؟ هنا هي العوامل الايتيولوجي. اول حاجه بتحصل في مين؟ تحصل اكتر في الستات، خاصه لما يعدوا ال 40 سنه، وغالبا يعني اعراضها بتبان عند 60. تمام، طب ليه دوت؟ بصوا في نظريتين حاولوا يفسروا الموضوع ده، اشمعنى عند الستات بتحصل؟ قالوا عشان عندها هرمونال ديستربنس وعندها ايموشنال ستريس، ويعني هم غلبانين يعني، فده كله بيحصل لهم. تمام، طيب الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ بتعمل كونجيشن وبتقلل يعني الكونجيشن ده يا جماعه لما بيحصل بيقلل الاوت فلو. يعني ايه بيقلل الاوت فلو؟ هجيب لكم صوره وافهمها. بصوا يا دكاتره، معنى الكونجيشن بيحصل ازاي؟ ديت ده رسم فروك، يعني دي الترابيكيا مش ورك. تمام، دي الترابيكيا ايه مش ورك. المفروض كانت بتاخد الايكوس وتروح مديها، ده فين تحت السكيلر، ده غطا السكيلر، يعني هو رسم كروكي بس. تروح واخده ده الايكوس السهم ده ماشي جوه السكيلر، وبعد كده يروح للفينات اللي هي السيستميك اللي بتروح بعد كده تصب في الاتريوم عشان تودي الدم من الهارت. لما يحصل كونجيشن يعني احتقان في قلب الفين، الفين هيقعد يتراكم في الدم، فيعني ايه
كونجيشن الدم واقف في قلب الفين او محتقن، يعني ده معناه هو مش واقف بمعنى ستيزس بس محتقن، هي الحاجه بتمشي ببطء. فيجي الاكواس يمشي، هو جاي كده المفروض هيعدي، يجي يمشي يلاقي الدم ايه واقف، مش متحرك زي العاده، فيروح يتراكم بقى، يبدا يقف هو كمان في مكانه، فيتراكم الاكواس جوه جوه العين يعني مزود الضغط. ده نظريه. النظريه الثانيه بتقول لك ان الكونجيشن بيحصل جوه الايرس، شايفين الايرس البريئه الغلبانه دي، الايرس اللي هي ديت، بصوا يقول لك ايه يحصل فيها كونجيشن. كونجيشن يعني الدم هيدخل فيها وتقعد تتخن تتخن تتخن، ولما تتخن هتروح تكبر بقى وتروح سده، تقعد تتخن وتكبر وتسد الانف. تمام. طب ايه بقى المدرسه اللي حصلت اللي فسرت حصول الحاجات دي؟ اول حاجه عندنا نظريه اسمها بيوبل بلوك ميكانيزم، اعراض او سوري ريسك فاكتور بتاعتها، العوامل اللي هي بتؤدي لده يحصل حاجه اسمها نارو انجل، وبعد كده شالو انتيريور تشامبر، وبعد كده لارج لينس، وبعد كده شورت اكزل لينس، وبعد كده هفهمكم بقى ده. اول حاجه معانا نارو انجل، بصوا نفس الصوره اللي فاتت، فاكرين الانجل اللي احنا لسه شارحينها فوق اهي، الانجل دي الزاويه دي مالها؟ بدل ما هي واسعه والاكواس عارف يمشي فيها او شبه نفس اللي في الصوره دي، شايفين دي الانجل اللي موجوده اهي واسعه، لا الانجل اضيقت، فبقى الاكواس اللي يخش لها كميته قلت وبدا يتراكم. بصوا هات القلم، بس ادي الاكواس المفروض هيعدي كده، الحته واسعه اهي، دخل كميه كبيره، دخل كمية كبيرة، إنما هنا شايفين الأنجل دي أصغر من الأنجل دي، الأنجل دي واسعة، هما الرسمة مش دقيقة أوي بس الأنجل بيكون ضيقة، فيجي الإكواس يعدي واحدة 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 واحدة، فيروح متراكم بقى اللي هو إيه؟ يتأخر في الدرينج بتاعه، ده كان أول سبب لما يتأخر على الضغط. تاني حاجة اسمها تشالو أنتيريو تشامبر، يعني تشالو أنتيريو تشامبر؟ أنتوا عارفين إن إحنا عندنا تو تشامبر في قلب العين. بصوا ديت المفروض ان ما بين الايرس دي وبين الكريستالاينس اللي هي عليها حرف الاكس دي اسمها بوستيريور شامبر، ودي اسمها انتيريور شامبر. الانتيريور شامبر لو هي كبيره وواسعه وحلوه كده شبه اللي موجوده طبيعيه في الصوره هنا، واسعه اهي، فمن دي براحم ودي اللي هو ايه في مساحه، فتروح الاكواس يعرف يخرج وكده. انما الشالو تبقى عرضه ان الانجل بتاعتها تكون ضيقه وكل حاجه فيها ضيقه، فعلشان كده ده بيزود فرصه ان ما يحصلش درينج كويس. تمام. ده كان ثالث سبب. سبب الريسك فاكتور الثالث اللارج لينس، الناس لما بتكبر في السن بيحصل لهم حاجه اسمها كاتركت، هي الميه البيضاء، احنا بنسميها الزرقاء، في حاجه اسمها ميه بيضاء، اللينس بتاعتهم بتقعد تكبر، فلما اللينس هي عماله تكبر 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 دي فتحه البيوبل، تروح سد البيوبل. طب ما تسدها يا عم، هي دايرين في ايه؟ ما هي لا اثرت على السكريشن ولا درينج. هقول لك معلش ازاي يعني، اذا كان البيوبل ده المكان اللي بيعدوا منه الاكواس عشان يروح يحصل له درينج، المفروض الاكواس بيطلع من هنا من السيلري بادي يروح يعدي في البيوبل يروح رايح هنا، اللون باين المفروض يعدي من البيوبل، اللينس لما بتكبر بسد البيوبل يجي الاكواس يتراكم تحت، ده مش بس كده ده بيرجع لتحت ويقعد يطلع يزق اللينس، هو عايز يخرج فبيعمل في اللينس قرش كده شبه المرسوم كده، هوريك الصوره ليها تاني. تمام. بس يا دكاتره ان انت هي كبرت قوي وقفت البيوبل فبعد كده الاكواس ما عرفش يعدي. تمام. دي كانت صوره عايزه اجيب لكم اخر ريسك فاكتور معانا، حاجه اسمها هايبر متروبيا او هايبر اوبيا. الفكره في ايه؟ الفكره ان العين بتبقى صغيره، العين نفسها الجلوب نفسه صغير، فتيجي الاشعه بتاع ده تفسير هايبر اوبيا دي، بس تاخدوها في الريفراكشن، الاشعه تتجمع حواليها، قصدي براها ليه؟ عشانها صغيره. المهم يعني في معناه ان العين دي صغيره فكل حاجه فيها ضيقه، فالاتريو شابر ضيقه والانجل ضيقه وكل حاجه فيها ايه صغيره، ده كله بيجعل العين عرضه ان يحصل لها ايه؟ يحصل لها انجل كلوجر جلوكوما بنظريه ما. تعالوا نشوف النظريه دي تفسيرها ايه. بصوا يا دكاتره النظريه بتقول ايه؟ النظريه بتقول ان احنا عندنا انتيريو شامبر ضيقه صغيره، والانجل نفسها صغيره، الزاويه بتاعه الدرينج صغيره، دي بدل ما تكون كبيره لا ده صغيره خالص كده، والايرس اللينس قصدي دي البيوبل، دي فتحه البيوبل اهي، اللينس جت سدتها، فالاكواس ما بقاش لاقي مكان ان هو يخرج ويطلع من البيوبل يروح يحصل له درينج، فيعمل ايه؟ يقعد يتراكم. هيتراكم فين يا جماعه؟ يتراكم تحت الايرس، هي دي الانجل هي لسه سليمه اهي، الفلويد او الاكواس يقعد يتراكم هنا، هو المفروض خرج يقعد يتراكم هنا، فلما يتراكم ما بقاش في مكان يروح فيه، هو عمال السكريشن ما بيقفش، يعمل ايه؟ يقعد يزق بقى، يقعد يزق الايرس، الايرس يقعد يزقها لفوق، شايف عامل فيها ايه؟ عامل ايه؟ الايرس شكلها طبيعي كده؟ عامل فيها كده. هو ده طبيعي؟ لا هي المفروض كانت تبقى كده. سوري انا بشخبط اكيد. تمام؟ فزقها، فلما زقها قفلت الترابيكيا المشوار. دي النظريه اسمها بيوبيلر بلوكر، اللي هو البيوبيل اتقفلت فده كله حصل. تمام؟ تعالوا نقرا كمان بقى المكتوب.
الكلام بتاع النظريه، هو بيقول لك البلبيله اللي بيحصل فيها بلوك والايرس انيس امبيدد ايكوس فلو هيوقفوا الايكوس فلو اللي هو يعدي من الفيو شامبر للانتيو شامبر، فلما يوقف هيعمل بيلد اب، يعني هيقعد يكبر في الايرس، هيقعد يعمل لها اكنها يعني ايه تبالج كده، تعمل اكنها شبه كاف، وهيحصل فيها بوينج اللي هي تتني، والبريفرال ايرس يعني هتتني وكده، فالانجل تتقفل. دي كانت اول نظريه. النظريه الثانيه اسمها نظريه التفسيرات، يعني حصل ايه الانجل، حصل لك كلوجر، لما يحصل لك كلوجر ايه اللي يحصل؟ الضغط يزيد بقى ويعمل لها كل المشاكل دي، بس للاسف الضغط هنا بيزيد قوي، ده ممكن يعدي ال 50. تخيل احنا كنا بنتكلم في رينج 21 وزاد مش عارفه بقى كام، لا ده هنا 25. ودي على فكره منها حالات ايمرجنسي لازم تتعالج في حالتها. بصوا بقى النظريه الثانيه بيقول لك حاجه اسمها بلاتو ايرس. بلاتو يعني انتوا عارفين حاجه البلاتو؟ البلاتو بيبقى مستوي كده او السطح مسطح كده، حاجه شبه السطح او المسرح كده، اللي هو خشبه المسرح يعني واقفه كده. فبيقول لك ايه ان شكل الايرس مش شكلها الطبيعي. انتوا عارفين الايرس بتاعتنا شكلها طبيعي عامل كده صح، وفي الانجل هنا. تعالوا اوريكم شكل الايرس، انتوا عارفينها اكيد يعني، احنا ده احنا المحاضره كلها ايرس. بصوا هنا على الصوره دي بس، الايرس هنا عامله ازاي، طالعه بكيرف كده، طالعه بكيرف، شايفين طالعه بكيرف؟ لا النظريه اللي احنا بنتكلم عليها مش طالعه بكيرف، لا هي واقفه فعلا، واقفه خط مستقيم عامله كده. ده عيب الشكل بتاعها في التكوين بتاعها. طيب العيب ده هيعمل فيها ايه؟ قال لك يا سيدي العيب دوت لما يجي تحصل حاجه اسمها ميدرييزس. عارفين ميدرييزس يعني ايه؟ يعني البيوبل توسع. ميدرييزس دي فتحه البيوبل يا جماعه، تمام؟ حواليها الايرس، يعني انت النقطه السوداء اللي في عينيك حواليها اللون، واللون ده هو الايرس، والفتحه هي البيوبل. البيوبل لما توسع بتروح ايه؟ عامله زقه الايرس، ما هي عايزه توسع هتجيب ايه؟ زق الايرس. يحصل ايه؟ شايفين دي الميدرييزس حصلت، دي مش الفتحه كلها، لما حصلت زقت الايرس فكشكشت، عملت بوينج هنا اهو. البوينج ده دي الكشكشه اللي حصلت. هو انت لو عندك ستاره على الشباك بتاعك، لو احنا قافلين الستاره هتلاقي الستاره مفروده خط مستقيم مفروده، اول ما انا قعدت اشدها عملت ايه؟ كشكشت، تمام؟ ايه ده سنة. شايفين دي صوره البلاتو ايرس اهي، مستقيمه كده مش عامله مش طالعه لفوق، والانجل كمان بتاعتها بتبقى ضيقه، فلما يجي البيوب اللي يحصل لها توسع يعني. ده شكلها هنا، ده حد بيحاول يعالجها يعني الثقب ده، بس هي في معناها ان هي مستقيمه كده. اول ما الايرس تروح عامل لها ميدريزت وايرس ايه يا جماعه سوري، اول ما البيوب يجي يحصل لها ميدريزت وهي توسع هتروح مكشكشه وقافله الانجل، هتقفلها فجاه بدون سابق انذار، تمام كده. احنا عندنا نظريتين، نظريه النظريه بتاعت البيوبيلر بلوك ان هي تقفل البيوبل، والنظريه الثانيه بتاعت البلاتو ايرس، وكده احنا عملنا احنا فهمناها، تمام. انا هحاول بعد كده ما اطولش عليك بقى، تعالوا نشوف ايه الموضوع الثاني اللي عليه. ندخل بقى في سيمتومز والساين. يا الله السيمتومز، بيقول لك العين ده اصلا في اغلب الوقت بيجي لك بحاجه اكيوت، هي الانجل اتقفلت فجاه لما حصل ميديرز، الانجل اتقفلت فجاه. كان في قصه بتحكي ازاي السيمتومز دي بتحصل، بتقول لك واحده عندها 40 سنه راحت السينما وهي قاعده، انت عارفين لما انت في الضلمه السمستك بيشتغل ويوسع العين، يعني ده اللي بيحصل اهو. بالنهار انت عينك فتحه عينك ضيقه عشان تقلل الضوء اللي داخل، بالليل في الضلمه اللي بيحصل ميديرز والعين بتوسع بسبب شغل السمستك. بيقول لك واحده ست ايموشنال ديستربنس، عصبيه، راحت السينما طبعا مطفيين النور، فعينها وسعت فجاه جات لك بالاعراض دي. ايه الاعراض دي؟ مش شايفه، حصلها بيرنج اوف فيجن، بقت شايفه كل اللي في السينما فيه انوار، وشايفه الدنيا ضلمه وهي شايفه هالات من النور هالوس كده. عندها صداع عالي قوي وعندها بين جامد قوي، وبعد كده بيقل ايه؟ بدا يقل ديكريز الفيجن. دي هتبقى حاجات هي الاول جايلها بلرد اوف فيجن ومش قادره تشوف كويس، ويحصل لها احمرار في عينيها، يحصل لها كونجيشن. دي كلها اعراض ان حصل حاجه اسمها اكيوت انجل كلوجر جلوكوما، حصلت فجاه الانجل اتقفلت فجاه. ما ده اللي حصل في دي فكره البلاتو، ان هي كانت سليمه وكل حاجه، اول ما حصل ميدريزت الانجل اتقفلت، بس لازم يكون في بريسبتيتنج فاكتور قبلها، اللي هي ايه بريسبتيتنج فاكتور؟ لازم يكون في برضو ايه ريسك فاكتور، اللي هي اللي احنا قلناها قبل كده 60 سنه وكبيره والحاجات اللي احنا قلناها، والانتيرو شامبر تكون اتشالوا عشان تتقفل بسرعه، بس لو واسعه مش هتتقفل برضو بسرعه، كل الحاجات دي لازم تكون موجوده او بعضها يعني، بس لازم يكون في شروط، لازم يكون في بريسبتيتنج فاكتور، تمام. بيقول لك واحده بتاخد مايدريزس، واحده بتاخد ادويه بتعمل مايدريزس لعلاج سبب ما، او واحده بتشوف التلفزيون في دارك روم، او واحده ايموشن ستريس يعني السمسات شغال عندها عشان يعمل مايدريز، كل الحاجات دي هتدخلها في السيمتوم اللي ظهرت عندك، تمام. طيب جات لك المستشفى على فكره، على فكره النادي اصلا لما بتيجي بيحصل بتبقى جايه وبتنس دايجنوزد ان هي انجل كلوجر جلوكوما، واغلبهم يعني بيفقد البصر خالص، لان بيبقى جايه فوميتنج، فانت هتقول هي بترجع، ايه علاقه الترجيع بعينيها؟ هقول لك ان اصلا بسبب الالم اللي هي بتحسه
من كتر الالم بيشتغل عندها الفيجاس، والفيجاس انتوا عارفين ان هو بيعمل ايه، النوزيا وفوميتنج وبرادي كارديا والحاجات دي، الكارفليكس يعني بيشتغل عندها الفيجاس نيرف. تمام، تعالوا نكمل الساينز بقى. انت بقى بس انت دكتور شاطر مركز، لاحظ ان عندها 60 سنه وقوي ان هي جايه عملت تشيكن من بلورد اوف فيجن وهالوس وكده، فانت هتقعد تسالها الضغط بقى، هتلاقي الضغط معدي 50، متخيلين فيري هاي. احنا اصلا كنا بنتكلم في الطبيعي بتاعنا 21، ال 50 ده معدي قوي. تمام، الفيجوال اكتيف بتاعها هتلاقيها بدات تروس بقى 6 على 60، وممكن توصل لحد هاند موفمنت، الانجل اتقفل فجاه، كل حاجه باظت في ثانيه، حرفيا كل ده بيحصل في ثانيه. تمام، مش في ثانيه بس، اقصد يعني حاجه اكيوت. تمام، البيوبل بتاعتها مايلد دايليتد فيكسد، لان احنا قلنا ان المايدريز اللي هي عينيها واسعه. وعلى فكره في سبب تاني يخلي البيوبل تكون واسعه، ايه؟ ان من كتر الضغط، الضغط بيضغط يعني على عضله اسمها كونسيكتور بيبيلي ماسل، اللي هي بيبيلي ماسل اللي هي بتخلي البيوبل ترجع تاني مايوزس، فهو اصلا عمل فيها باراليسيس خلاها تتشل، فبقت على طول مايلد دايليتد وفيكسد كمان. فاهم؟ الكونجنكتيفا بقى يحصل فيها سيريال كونجيشن، دي صوره السيريال كونجيشن يا جماعه، كونجيشن بيبقى حوالين الايرس مباشرة، حاجة بشعة يعني، كل ما يحصل فيها اديمة من كتر البرج الضغط عليها ممكن يحصل فيها تير وتتجمع فيها الاكوس. الانتيرو شامبر هتبان ان هي شالو بالستيام، والبيوبل هتبان ان هي عملها بلوك، او ممكن نشوف نظرية تانية ان هي الشخص ده يكون عنده ولاتو ايرس. تمام، يعني الفرق ما بين النظريتين ان في ناس عندهم الايرس طبيعية فبيبقى التفسير بتاعها البيوبل بلوك. تمام، اما الناس اللي لقوهم عندهم بلاتو ايرس هم ده التفسير بتاعها. تمام، طيب في تيست كده بيعملوه اول ما العيانين دول يدخلوا عشان يعرفوا هل هي يا ترى كانت انجل كلوجر ولا لا، حاجه اسمها بروفوكيتيف تيست. يعني ايه بروفوكيتيف تيست؟ يعني انا هستحس واحده جايه لي عادي في وقت عادي، وبس انا استها ضغط لقيته ايه عالي، او بدات اشوف تشينج عندها، فانا عايز اتاكد يا ترى هي هتدخل في انجل كلوجر جلوكوما ولا لا، فهتيجي تعالى ندخلها في الحاله بتاعت الانجل كلوجر. يعني ايه بروفوكيتيف؟ يعني ستيمولس بتشغل الحاله دي، بتجيب المرض ده. تمام، فانا هديها مايدريزل. يا عم انت دخلها في حاله، انا عايز اتاكد، انا عايز اطمن على ستي دي ان هي لو خرجت من عندي من العياده ما يحصلهاش انجل كلوجر بره، اصل ممكن تروح ومثلا يطفي النور في بيتهم يحصل لها المايدريزل تروح داخله في الانجل كلوجر. لا، ده انت دكتور شاطر وبتحاول ايه، تحاول توصل للدياجنوزز من قبل ما العيانه تروح من عندك من البيت. تمام، ده لو هي كانت جايه لك اصلا بدون الاكيوت سيمتوم دي. يعني تدخلها في دارك روم، وبعد كده السي دي ده في دارك روم والفيس داون لمده ساعه بس ما تنامش، لان النوم بيخلي المايوزس هو اللي يشتغل. وبعد كده تقيس الضغط، انت تقيس الضغط قبل ما تعمل لها الخطوات ديت، لو تلاقيته مرتفع بنسبه 8 درجات او اكتر فانت لازم تيكن از بينج اوف سيجنيفيكانت، لازم تشك ان دوت السي دي ممكن لو خرجت من عندك وسبتها من غير ما تعالجها كويس ممكن تدخل في اي لحظه في انجل كلوجر جلوكوما من غير ما تعرف، ممكن ما تلحقش يعني. تمام، يعني الفكره انت ممكن ما تلحقش العين في اغلب الاحيان. احنا كده خلصنا اول سلايد، تعالوا نرجع عليها بسرعه. انا كنت بتكلم على التعريف بتاعها، وقلت شرط اساسي من التعريف ان الانجل تتقفل بالايرس. تمام، تاني حاجه عندنا ان هي بتيجي في ست اكبر من 40 سنه، قلنا ليه؟ عشان هرمون السيرفنس عندها ده هيدخلها دايما في كونجيشن وكده، وهيشغل السمباثاتيك يعملها مايدريزز لو هي ست عصبيه. عندها نظريتين، نظريه البيبيل بلوك ان هي البتاع السد باللينس، البيبيل سد باللينس فالاكوس هيقعد يزق في الايرس ويروح قافل الانجل. النظريه الثانيه هي البلاتو، ان هي واحده اصلا الايرس بتاعتها بلاتو واقفه كده، فلما بيحصل مايدريز ان هي العين توسع، البيبيل بتاعت العين توسع فتروح مكشكشه شبه الستاره. السيمبتومز بتاعتها ان هي تيجي في حاله اكيوت، اغلب الحالات بتبقى اكيوت بلارد اوف فيجن، وممكن يحصل لها اللي هو ايه، هتيجي تقيس النظر بتاع الاكتيف فيجن هتلاقيه قليل 6 على 60، ممكن توصل لحد هاند موفمنت، هيبقى عندها بين شديد قوي يعني ايه الكالفليكس اللي حصل دوت، ويبقى معاها صداع. دي البرسبتيتنج فاكتور مش مهمه يعني ايه قد كده اشرحها، اللي هي ايه الجزء اللي هيحصل لها مايدريزس ووتشنج تي في، دي كلها الاسباب يعني تقعد تاخد منها هيستوري، حاجه انت بتاخدي ادويه مايدريزس، كنت قاعده في اوضه ضلمه وهكذا. يعني هتلاقي الضغط معدي ال 50، فيجوال اكتيف قليله، البيوبل هتلاقيها واسعه، قلنا السببين بتوعها المايدريزز، وبرده السبب الثاني ان حصل شلل في الكونسيكتو بيبيلي ماسل بسبب الضغط الزايد. الكونجنكتيفا هنلاقي فيها سيلر كونجيشن ان هي محمره كده، الكورني هتلاقي فيها ابيسيم قديمه من كتر الضغط عليها بقت تسن واتقطعت ودخل في جواها ميه. الانتيريو شامبر هتلاقيها تشالو، وعلى فكره يعني انت في اغلب الاحيان مش هتعرف تشوف الريتنا، مش هتعرف تشوف الريتنا بسبب ان الكورنيا اللي هي بالستيسيام يعني مش هتعرف تشوفه بسبب ان الكورنيا حصل فيها إديمة. ليه بقول الجمله دي؟ عشان هتيجي تقول لي مثلا انا ليه ممكن اميس دياجنوز الحاله دي وما انا ممكن اشوف الديسك تشينج، هقول لك انت اصلا مش هتعرف توصل للديسك عشان تشوفه، عشان الإديمة اللي في الكورنيا مش هتخليك تعرف تشوف حاجه. تمام، ده تفسير يعني. هندخل بعد كده يا جماعه على المانجمنت، سوري ايه ده، العلاج بتاعها اول حاجه هي لازم نخلي العلاج بتاعها مين؟ سيرجيكال.
بس بتدخل ميديكال قبل الحاله. ليه؟ عشان ما ندخلش انا العمليه مثلا عشان اعالج العيانه بسيرجيكال تريتمنت وهي الضغط عندها 50 واجراح انا فاتحه بنشره العين هتروح العين مفرقعه في وشي. تخيل انت جايب بالونه، جايب بالونه نفخها على الاخر وجبت دبوس، الادوات بتاعت الجراحه تيجي تفتح ايه اللي هيحصل؟ بالونه هتفرقع. ده اللي بيحصل. ما ينفعش تدخل ميديكال، ما ينفعش تدخل سيرجيكال على طول، لازم تيجي ميديكال تريتمنت في اول 24 ساعه الاول. فانت لازم العيان الاول يدخل اوضه العمليه المستشفى قصدي، تديه سيديشن مهدئات واي حاجه تقلل السمباثيك ستريس، بعد كده تديله سيستميك دراج. السيستميك دراج اللي انت هتديها هتديله الهايبر اوزماتيك. فاكرين في المحاضره المره اللي فاتت في الاوبن انجل لما كنت بقول لك عن حاجه اسمها منال المهيبره مانيتول، ده هايبر اوزماتيك، وشرحت ساعتها ان انا قلت لو انا عندي طبق وطبق، الطبق ده فيه ميه نفس الكميه وده فيه ميه نفس الكميه، بس هنا اوزمولاريتي عاليه يعني املاح وجلوكوز والحاجات دي عاليه، وهنا اوزمولاريتي قليله. للاسف الاوزمولاريتي بتشد الميه انانيه قوي، يعني عندها نفس كميه الميه بس هتشدها، فتروح لهايبر اوزمولاريتي هايبر اوزمولاريتي سحب الميه بتاعت الاكوس ورميها في البلد، هتعمل هايبر تنشن. اي نعم، بس انا كده كده ده في اول 24 ساعه وانا بلحق العيان يعني عشان ما يفقدش يعني، وهعرف يعني هعرف اعمل كنترول للضغط بعد كده. المهم هتروح سحب الاكوس وبكده تقلل له ايه، تقلل الضغط اللي جوه العين، ودي حاجه ارجد وفعاله جدا جدا جدا. الجرعه اللي بديها لها بديها في اي في من 1 لـ 1.5 جرام لكل كيلو جرام او 5 مللي لكل كيلو جرام. الدواء الثاني اللي هو اورال جسرود المانيتول ده بيتاخد اي في، انما الجسرود ده بيتاخد اورال. المانيتول ده بيتاخد قصدي الجسرود ده بيتاخد اورال، كنت نسيت اقوله في الامثله في المحاضره اللي فاتت بس كان مكتوب. تمام، بتاخد على ليمون جوز. تمام، بديها اسيتازولامايد. فاكرين الاستك الظالم كان تبع انهي جروب من الادويه؟ كان تبع الكار العربيه، استك جوه العربيه كربونيك انهيدريز انزيم انهبيتور. دي بتوقف تصنيع ايه؟ توقف تصنيع الايكوس اصلا، يعني من ناحيه بسحب الايكوس. بصوا الفكره حلوه قوي في العلاج، المانيتول هيسحب الايكوس اللي اتكون هيسحبه، والاستك زولامايد هيمنع تكوين ايكوس جديد. كان دكتور احمد كمال الله يمسيه بالخير كان بيشرحها ازاي، بيقول لك يا سيدي ان انت مثلا لو عندك اللي هو الخرطوم بتاع الحوض مسدود والميه اتراكمت وجبت حد يصلحه، الحد اللي هيصلحه ده هيعمل ايه؟ اول حاجه هيعملها هي عايز يقفل الحنفيه، يقفل الحنفيه عشان ما تجيبش ميه زياده. تاني حاجه هيشيل الميه اللي اتكونت، ده اللي بنعمله، هشيل الميه اللي اتكونت بالمانيتول اللي هو اصلا الايكوس اللي اتكون جاهز، وامنع تكوين ميه جديده لحد ما اصلح اللي بيحصل بالاسيتازولاميد لانه بيمنع تكوين الايكوس. تمام، ده كان السيستميك دراج. استخدامات ده تبع السيستميك. تعال نشوف بقى التوبيكال، بديله بيتا بلوكر عشان تشتغل بقى. اديت حاجه اللهم صل على النبي، اديت حاجه سيستميك، ادي حاجه توبيكال بقى. البيتا بلوكر يمنع تكوين ايكوس برده، والبايلوكارب البيتا بلوكر احطه ليه توبيكال عشان يعني ايه حاجه السيستميك بياخد وقت على ممتص يوصل للعين، انما التوبيكال هيشتغل في ساعتها، ويعني ايه بيساعدوا بعض. تمام، والبايلوكاربين البايلوكاربين دوت بيشتغل بيقلل الضغط من اقل من 50 مللي متر ميركوري، بديله مرتين في اليوم في اول يوم يعني، بعد كده بديله 4 مرات في اليوم. طب ايه فايده البايلوكاربين؟ فاكرين البايلوكاربين؟ بيلو عندها عربيه ماي كار، بايلو بيلو ماي كار، بيلو عندها عربيه، بيلو ان هي بيلو كاربين، وماي عشان افتكر ان هي تبع مايوتكس. يعني ايه مايوتكس؟ يعني هتقلل فتحه البيوبل، لما تقلل فتحه البيوبل هتروح شده فرده فرده الستاره، تفرد الستاره اللي هي الايرس، عشان كده لازم نديها عشان لو كانت حاله بلاتو، لو حاله بلاتو تروح مرجع الايرس مكانها وتحاول ايه؟ تحاول تفتح الانجل كلوجر. تمام؟ بعد ما انا اطمنت على كل حاجه وشلت الضغط اللي موجود وحسنت كل حاجه، في عيانين بيحبوا يمشوا بس ده ما ينفعش انت كدكتور تسيبهم يمشوا، لان هم هيدخلوا في الحاله تاني اول ما يحصل ميدريس. انت تخلص اول 24 ساعه ميديكال تريتمنت تبدا تخش على الجراحه على طول. ايه الاوبشنز بتاعت الجراحه اللي عندنا؟ سيرجيكال تريتمنت، اول حاجه بيقولوا ميديكال تريتمنت فول باي سيرجيكال تريتمنت، بيعتمدوا على ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها بريفرال انتيريور ساينيكيا. يعني ايه انتيريور ساينيكيا؟ يعني ملزقه، حته ملزقه، حته فيها فايبروزس. اهو بصوا صورتها، شايفين دي الايرس يا جماعه، في فايبروز، انتوا عارفين الفايبروز بيلزق الحاجه في بعضها، فانت الاول تشوف الفايبروز ده قد ايه. لو هو مال الانجل معدي التلت، لا ده انا اعمل لها عمليه اسمها فلترنج اوبريشن او سابس كليرال ترابي فيلك. دي عمليه انا هعملها لو كان التلزيق ده او الفايبروز ده كله او السينكيا دي كلها اكتر من تلت الانجل. تمام، طب لو اقل من التلت لا بعمل لها عمليه اصغر شويه، اقل في يعني مش بضطر ادخل جراحي، ممكن اعملها ليزر اللي هو ليزر بريفرال ريدو اكتومي باللياج ليزر، هنشرحهم في السلايد الجاي. تمام، هقول لكم نبذه بس قبل ما نروح للسلايد. يعني ايه اللياج ليزر ده؟ بيعمل ايه؟ بيجي يروح على الفتحات ديت الفيبروزز اللي اتكون ده، بيعمل فيه حروق كده، الحروق دي هتخليه يفتح تاني الترابيكلي، بيعمل حاجه اسمها ترابيكلي بلاست، يعني بيعدل في قلب الترابيكلي، وبالتالي ايه اللي يحصل؟
الاكواس يعرف يحصل له درينج تمام، انما السبسكيلير ترابيكليكتومي دي عمليه كبيره هنشرحها بعد شويه تمام. بصوا يا دكاتره اهي السينيكي اللي بقول لكم عليها بنلزقها الايرس بترابيكه مش هوركم، ممكن تسدها وممكن لا لا حاجات كتير كده نعرفها، بس كان ده جلوكوما. هنبدا بعد كده ناخد اخر صفحتين في الشابتر اللي هم سيرجيكال تريتمنت، اخر صفحتين في العدد احنا لسه مقسمين فيديو تاني سيرجيكال تريتمنت عشان نشرح بقى العمليات دي حصلت ازاي. المهم انا في السلايد دي عايزه منكم حاجه واحده، عايزاكم ما تنسوش الميديكال تريتمنت اللي لازم ادخل عليه المستشفى واديله سيستم الدرج المانيتول او الجليسرول، وبعد كده اديله الاسيتازولاميد واديله حاجات توبيكال بيتا بلوكر وبايلوكاربين، وبعد كده ابدا اعمل العمليه والعمليه بتتوقف على التلت والتلت، هل هي اقل من التلت ولا اكتر من التلت، شبه عمليات الجلوكوما كانت بتوقف على ايه، على الكورنيا كلير ولا لا، ربطوا الحاجات ببعض تمام. واتكلمنا المره دلوقتي على البرايمري انجل كلوجر، واهم حاجه فيها ان الانجل مقفوله وعندها نظرتين البيبولاري و قصدي بلاتو والبيبولاري بلوك تمام. كده مش ناقص اي حاجه تاني، دلوقتي هدخل على شرح السيرجيكال. عشان ما بس ما تسالوش يعني هتقولوا ناقص في شابتر الانجل كلوجر حته الديفرنشال دايجنوزز، الصراحه انا سايب الديفرنشال دايجنوزز مع السكندري جلوكوما هيشرحوا سوا عشان في حاجات كتير ممكن تكون مرتبطه ببعض. تاني حاجه عشان نخلص السيرجيكال تريتمنت وما اطولش في الفيديو اكتر من كده. المهم دلوقتي هنشرح السيرجيكال تريتمنت، عندنا حاجات بتتعمل بالليزر وحاجات بعد كده ندخل سيرجيكال على حسب ايه، قلنا على حسب التلت والتلت تمام. طب ايه انواع الليزر وبنستخدمهم على ايه بالظبط؟ بصي يا دكاتره احنا عندنا اول حاجه انا ممكن استخدم ليزر على الايرس نفسها، دي الايرس يا جماعه ودي البيبل في النص اهي، انا هجيب ايه الايرس سده الترابيكيو، فانا ممكن اجيب شعاع ليزر لو هي حاجه بسيطه الياج ليزر، الياج ليزر ده بيحرق بس ايه حلقات صغيره يعني، وبعمل فيها بريفرا ايريدكتومي يعني اقطع حته من الايرس، ايريدكتومي ايرس دي اللي هي الايرس يعني ايريدو تمام، هي الايرس ايريدوتومي يعني فتحه، هعمل فيها فتحه هي بالظبط فتحه دي على فكره بتبان يعني، حد لو ممكن حد قريبك تكون عاملها هتلاقي في عينيه نقطه سودا كده، اعرف ان هو عمل ليزر ايريدوتومي قطع الحته دي. طب ليه قطع الحته دي وما قطعش على فكره في عين كلها؟ هو لانها حاله بسيطه اقل من التلت، بيفتح بس مجال ان الاكوس يعرف يعدي تاني في الترابيكيلو، حاجه اسمها برضو ترابيكيلو بلاستي وكده عشان يعرف يعدي الاكوس يعدي يعني. بصوا اهي الصوره اهي، جاب شعاع الليزر وجهه على الايرس قطعها علشان ايه، بفتح طريق تاني للاكوس انه يعدي، الاكوس بيعدي من هنا بس الحته ضيقه شال الشامبر، لا في حته مسدوده، لا البيوبل سد الطريق، افتح لي طريق تاني خلاص، اعمل لي سكه تانيه، عملنا كوبري جديد عشان يعدي منها ويروح ايه يروح يحصل له ايه درينج تمام. وبتبان هنا كده انت عملت ثقب فعلا تمام. عايز اقول لكم حاجه، انت ممكن تشوفوا ان حته الليزر دي مش مهمه، بس على فكره دي بتتكي اسئله ام سي كيو، بيقول لك انهي ليزر، اصل الياج ليزر ده اسم وده بيستخدم على الايرس، في ارجو ليزر ده بيشتغل على الانجل على الزاويه، لازم تبقى عارف كل ليزر بيشتغل على ايه، بتيجي في اسئله الام سي كيو بتبقى بايخه قوي. المهم عندنا حاجه ثانيه بتشتغل على الانجل، الانجل دي اللي هي ايه؟ الزاويه اللي قلنا عليها، اهم حته في الانجل اسمها ترابيكال مش ورك، ترابيكال مش ورك دي اللي بيحصل منها درينج، بيقول لك هي اتسدت، فانا اعمل لها ايه؟ اعمل لها ترابيكال بلاست، اعمل لها عمليه تجميل يا عم وفتحها كده وحلوها، تمام؟ ده بيحصل في حاله ايه؟ ميديكال فيلد او العين مش هينفع نحطه في جراحه، تمام؟ بعمل ايه؟ باجي هنا على الترابيكلي واحرقها، دي الترابيكلي. بصوا يا جماعه دي الصوره بتاعتها حلوه قوي. بصوا بجيب شعاع الليزر وادخله هنا على على الانجل واروح عامله موجهه شعاع، دي الترابيكلي مش ورك فيها الفتحات بتاعتها حصل فيها ايه؟ ملزقه وتعبانه، اروح موجهه شعاع بحرقها، حرق الترابيكلي مش ورك وفتحها كده. بقت حلوه قوي وتقدر تعدي ايه؟ تقدر يحصل منها درينج كويس جدا. ده شكل الارجو الليزر، خلي بالكوا ان حرق الارجو الليزر غير ليك الليزر تمام؟ كان في الانديكيشن بتاعه الياج الليزر لما قلتهاش بيتعمل في الاكيوت كلوجر انجل كلوجر جلوكوما، سوري انجل كلوجر جلوكوما. ليه بيتعمل في انجل كلوجر جلوكوما؟ لان دي الانجل او الجلوكوما اللي بتحصل بسبب الايرس، فانا اكيد بعالج الايرس حاجه بديهيه يعني. هنا بنعملها لو الترابيكيا مش ورك هي اللي فيها مشكله. في حاجه ثانيه اسمها سيلاري بادي، ادمر السيلاري بادي احرقه. طب ليه احرقه؟ شو اللي بيطلع لي الاكوس يا عم احرقه ليه بقى؟ والله العظيم بيحرقوه، يعملوا حاجه اسمها فوتو كوجوليشن. بصوا بيوجهوا دايثيرمي حاجه تحرق كده على السيلاري بادي هنا اهو، شايفين؟ دي السيلاري بادي اهي، يوجه عليها الليزر ويروح حرقها. ما يتكونش ايكوس تاني بقى، وفضلي بقى الموضوع ده. ده بيتعمل امتى؟ لو الجلوكوما مش هتعالج باي حاجه تانيه. كل حاجه باظت، حتى العمليات باظت، والليزر باظ، كل حاجه باظت، فخلاص دمرهولي بقى. بصوا بيوجهوا هنا اهو، شايفين؟ بيوجهوا الشعاع كده، حاجه بشعه فعلا، وادي دي الضوء هو متوجه عليها بجد. الناس دي للاسف بعد كده بيحصل لها ايه؟ ضغط العين بتاعهم بيقل، ما فيش حاجه تعمل ضغط العين تمام. كده انا خلصت الليزر. الليزر لو فشل او الشخص ما ينفعش يتحط على الليزر او الحاله صعبه قوي، في حالات في الليزر بعملها بدل السيرجري، وفي حالات في السيرجري بعملها بدل الليزر. يعني هنا لو لاحظتوا هنا الشخص دوت في حاله ارجو الليزر مش هينفع ادخله عمليه، اي سبب ما عنده حاجات ما ينفعش ادخله عمليه.
انما في حالات صعبه جدا لازم لها عمليه. اهم عمليه اللي قلناها المره اللي فاتت لما يكون الفيبروز اكتر او السيناتي اكتر من التلت، عمليه اسمها سب سكليرال ترابيكيليكتومي. تعالوا نفسرها كلمه كلمه، اسمها اكسترنال فلترنج اوبريشن، ده الاسم الثاني. سب سكليرال يعني تحت السكليره، ترابيكيليكتومي اكتومي يعني اقطع، غير اوتومي اللي عملناه فوق، اوتومي يعني فتح، اكتومي يعني بقطع. فهقطع ايه؟ هقطع الترابيكيال مش ورك، فين؟ تحت من تحت السكليره. يبقى انا هفتح السكليره، هعمل هاتكم السكليره وافتحها واروح داخله وصل التربيكال مش ورك واقطع منها حته وافتح الطريق قدام الايكوس. تمام، الهدف منها ان انا اعمل حاجه اسمها فيستولا، فيستولا ما بين الانتيريور تشامبر والسب كونجنكتيفال سبيس. تعالوا بقى اوريكم حلاوه العمليه دي. بصوا يا دكاتره، الدكتور بيجي ويروح فاتح السكليره يعمل لها فلاب، شايفين الحته دي؟ تقولوا منين مش مفتوحه؟ لا هو كانت مكشوفه كده، كانت مكشوفه، كانت مكشوفه عشان يعرف يدخل منها، ومش هيدخل من الناحيه الثانيه، يروح فقع لك فقع عينك. لا هو بيشيل فلاب كده يعني بيتني، بيعملها كانها ايه، حاجه بتتني يعني، باب يعني بيفتحه بيرجع يقفل الباب تاني ويدخل. دي الكونجنكتيفا، وبعد كده فتح السكليره، ودي كانت مفتوحه دي كمان. دخل شال حته اللي المفروض كان هنا في الترابيكال مش ورك، راح شايلها. طيب لما شالها شالها ليه؟ قال لك عشان الاكواس يجي من هنا يلف كده يروح يلاقي الطريق مفتوح. دي في حالات ان الترابيكال مقفوله. تمام، بصوا بقى شكلها هيبقى عامل ازاي، الاكواس هيعدي ازاي. بص اهو، جه الاكواس اتكون. ساعات بيشيلوا معاها جزء من الايرس، العمليه دي هنا ما شالش الايرس، بس هو الاحسن ان هم يشيلوا الايرس فعلا. ليه؟ عشان ساعات اللينس بتسد البيوبل، فهو فتح له طريق تاني ما يضطرش يعني يعمل عمليه كمان مره. بيقول لك ساعات يعني الحالات دي بعدها ممكن تتطور واللينس التاني تسد البيوبل، فكده يكون انت الفتحه اللي انت فتحتها ملهاش لازمه، الاكواس هيروح لها منين؟ فعشان كده احتياطي بيشيل حته من الايرس معاه، فيروح شايل حته من الايرس، ويبقى كده الاكواس هيمشي من هنا، هيروح الترابيكا مش ورك. مفيش ترابيكا مش ورك، عدي يا ابني، عدي 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 عدي، ويروح متجمع هنا. دي السكليره اهي، متجمع تحت السكليره، سب سكليره. وبعد سب سكليره بيروح بقى يعملوا درينج فين؟ في الكونجنكتيفا. طيب هنا عندنا مشكله الصراحه، هي مش مشكله هم الناس متعايشه معاها كده. قال لك ايه، الكونجنكتيفا الدرينج بتاعها لما الاكواس كده معدي مره واحده، فاكرين اصلا احنا كنا بنقول في التربيكا مش ورك ان هي فيها ريزيستنت وعلى ثلاث طبقات؟ ليه؟ اول طبقه بتعدي كميه كبيره، ثاني طبقه متوسطه، ثالث طبقه ثقب صغير خالص عشان الاكواس ما يعديش مره واحده. كان ليه ما يعديش مره واحده؟ من ناحيه عشان ما افكش الضغط مره واحده، من ناحيه ثانيه عشان الدرينج بتاع الكونجنكتيفا مش عالي، مش قد السكريشن بتاع الاكواس. فاللي حصل ايه يا جماعه؟ انا شلت التربيكا مش ورك الحلوه اللي انا كنت عاملاها دي، فجه الاكواس معدي جري جري، عمال يتكون ويجري في قلب البتاع. فايه اللي يحصل؟ الكونج بتعمله درينج بس مش ملحقه عليه، فبتعبي كيس. عارفين لما تكونوا فاتحين الحنفيه على ميه على حنف، يعني ايه ده انا بقوله ده؟ فاتحين الحنفيه وبنزل ميه في كيس، هو ده اللي بيحصل في الصوره بتاعتها اهي. بصوا بصوا، ده الاكواس يا جماعه، ما تتخضوش. دي كوني اهي، ودي ديت الكونج، وتحتها السكليره. الميه اللي طالعه دي القليله اللي انت شايفينها دي، ده الاكواس. الاكواس متجمع هنا، هو مش متراكم، هو هيحصل له درينج بس براحته، ماشيها تاتا تاتا. الاكواس عدى من هنا، انا فتحت له فتحه، قطعت الترابيكيوم، ما بقاش يعدي بشويش زي ما كان بيعدي، فتحت له سكه على الاخر، وانا شحت حته من الايرس، فبقى يعدي كده اهو. وعشان الدرينج بطيء شويه فبيبدا يتراكم. وعلى فكره دي حته مهمه لازم دي، شوف انتوا عارفين لو بعد العمليه ما لقوش دي بيتخضوا، وعارفين بعد فتره العمليه والعمليه نجحت والعيان بيبص في المرايه ما لقاش دي يتخض ويروح للدكتور، معناه انها اتقبت، او الدرينج ما بقاش يحصل، او معناها ان في فيبروز السد. دي لازم تكون موجوده، هما بيطمنوا ان العمليه نجحت لما يلاقوها موجوده، والله العظيم. واصلا بيعملوها عند يعني لما بيجوا يقطعوا الايرس بيقطعوها من فوق عند الساعه رقم 12 عشان يغطوا ديت ما تبقاش يعني كوزمتك وحشه، يغطوها بالابر ليد، بس هما لازم يطمنوا ان هي موجوده. تمام، طيب تعالوا بقى نكمل كلام في عشان ده هناخده بعد شويه. للاسف دي ساعات بيحصل عليها انفكشن، ان دخلنا في حاجه اسمها بالبايت، دي من ضمن ايه الكومبليكيشن. تمام، تاني حاجه ممكن يحصل لها ليكج، يعني تتقي من بره، تفرقع من بره، فدي هتخضنا. هيجي العيان هو مش حاسس ان هي فرقعه، هيجي يقول لك ايه يا دكتور، البليب اللي انت قلت لك قلت لي عليها دي اسمها بليب يا جماعه، قلت لي عليها انا مش شايفها. هو ممكن يكون فرحان بس هو مش واخد باله ان هي اتقبت. اتقبت يبقى الاكواس هيخرج فين يا جماعه؟ الاكواس هيخرج على بره، على بره، وممكن يعمل لنا بعد كده ايه؟ الطريق بقى مفتوح قوي لدرجه ان هو ممكن يقلل الضغط جوه العين، تلاقي العين ضغطها قل يعني. فدي حاجه خطر. تمام؟ تاني حاجه بعد العمليه لو الدكاتره ما قالولهاش لازم يطمنوا، ممكن يرجعوا يعملوا عمليه تاني. يقول لك ايه؟ اصل انت ممكن وانت بتعمل عمليه العمليه اتسدت، او الفتحه اتسدت، عملتها غلط، او حصل فيبروزس، فانت لازم تشوف دي عشان تتاكد ان العمليه تمت بسلام. تعالوا نشوف الكلام المكتوب، هو نفس اللي انا قلته، مش هيبقى فيه جديد عشان ما اطولش عليكم.
بس بصوا اختلاف برضو. انا كده عملت فيستولا ما بين الانتيريور شامبر والسب كونجنكتيفال سبيس. ايه الفيستولا دي؟ ده اللي هي فيستولا يعني فتحه ما بين تتراكت، فانا فتحت الاثنين على بعض، هي فيستولا فتحه الاثنين على بعض. تمام. تاني حاجه انت دي الخطوات بتاعتها، بتفتح السكرين اكنها دور كده، بتدي دي مهمه، انتي ميتابوليك مايوسين. المايوسين ده يا جماعه بيمنع الفيبروز، بحطه قبل العمليه، يجيب قطنه كده ويعصها مايوسين قبل ما يدخل يشيل عشان يمنع الفيبروز اللي يحصل، ودي حاجه مهمه يعني في العمليه دي. بعد كده بيشيل حته من السكليرا، تربيك المشورك، بيشيل حته بتاع تربيك المشورك والشين كلال، ويفتح على الانتيريور شامبر، بياخدها بيفتح. على فكره العمليه دي اسمها بنتريتنج. ليه بنتريتنج؟ عشان شال كل حاجه ودخل الانتيريور شامبر. تمام. بيشيل حته من الايرس، وبعد كده يرجع كل حاجه ويخيطها. تمام. ايه الانديكيشن بتاعت العمليه دي؟ الانديكيشن هنا ان يكون برايمري اوبن انجل جلوكوما، بتعملها في برايمري اوبن انجل جلوكوما، بس الميديكال والليزر مش نافعين، او الشخص دوت مش بيستجيب للميديكال تريتمنت، او البرايمري اوبن انجل جلوكوما عماله تتطور. تمام. وبنستخدمها في الكوزد انجل جلوكوما امتى؟ لما تكون السينيكيا معديه التلت. تمام. مشاكلها ايه؟ شايفين البليب اللي احنا قلنا عليه ده ممكن يحصل فيه يتكون فيه ايه؟ انفكشن، يحصل عليه عدوى، بيدوا له عادي انتبيوتيك، او يحصل انفسالموس، بيدوا له عادي فورتيفايد انتبيوتيك فانكومايسين سيفتازيمايد، وممكن يعملوا فيتريكتومي. تمام. ممكن نزود الضغط. قال لا، احنا بنعالج الضغط، نزوده ازاي؟ قال لك ان العمليه تكون فشلت. يعني ايه؟ البليب ده فشل. شايفين اسباب ان الضغط يرتفع؟ البليب فشل. فشل ليه؟ اصل الطريق اتسد فيبروز، الطريق اللي انا فتحته ده، بصوا الطريق اللي انا فتحته ده اهو اتسد فيبروز، جه فيبروز هنا وسده، يبقى البليب ما اتكونتش. وانا اصلا عشان كده بقول لكم لازم اتاكد بعد العمليه ان البليب متكون، فده هيرفع لي الضغط. تمام. تاني حاجه يحصل الناس عندهم شالوا انتيريور شامبر، فيحصل لهم تاني بيبيلر بلوك، عشان كده كان لازم يعملوا ايه؟ اريدكتم، عشان يفتحوا طريق تاني. تمام. اخر سبب يعلي الضغط، احنا كده عرفنا اسباب الضغط، ان اما البليب اتقفلت او العين حصل له نفس الميكانيزم تاني. ده بيقول لك الاسباب، يعني لو واحد عندي بيت انسيرو شامبر اشك ان البيب هي اللي باظت، لو الشخص عنده شالو يعني ضيق فالبيوري بلوك حصل. حاجه اسمها مالجننت جلوكوما. يعني ايه مالجننت جلوكوما؟ مش كانسر، لا، ده الجلوكوما بتحصل بس بشكل عكسي. ازاي؟ مش احنا عارفين ان الايكوس بيتكون هنا في الانسيرو شامبر ويروح معدي الانسيرو شامبر ورايح حاصل له درينج؟ تعالوا اجيب لون ثاني بس. تمام. صح، مش احنا عارفين كده، هو معدي كده قدام. لا، المالجننت دي بقى دي حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه مالجننت؟ يعني هي انا مش عارفه ليه سموها مالجنن، بس اللي اقصده ان هي عكسيه مش طبيعيه. يقصد يعني هي مش طبيعيه ليه؟ اصل الايكوس ما طلعش لقدام وراح للانتيريور شامبر، لا، ده رجع نزل في الفيترس. متخيلين؟ نزل رجع في الفيترس وعلى ضغط العين كلها، مش في الانتيريور شامبر بس، ده ضغط العين كلها نزل في الفيترس. اهو شايفين السهم بتاعه ده، سهم اتجاه الايكوس، بدل ما يطلع لفوق لا نزل لتحت. تمام. طيب ما ايه المشكله ما ينزل لتحت؟ يا عم ما قلت لك هيعلي الضغط، وممكن يقعد يزق في اللينس. شايفين اللينس عماله تزق، فراحت قفلت البيوبل تاني، يعني دايره مغلقه. بيقولوا عليها ميس دايركشن، مالجنن جلوكوما بيسموها ميس دايركشن، يعني عكس الاتجاه. ممكن الضغط يقل. طب ليه الضغط قل؟ البليب اتفتحت على الشارع وحصل فيها ليكج حرفيا، فبقاش في اي حاجه سداها، عماله تجري بقى الميه، عماله تجري الايكوس الكون يجري يجري، فالضغط عمال يقل. او حاجه اسمها كرويد ديتاتشمنت. الكرويد دوت الفكره ان هو كان في ضغط عالي، فالكرويد فجاه الضغط قل من عليه فهينفصل. والله اللي هو كان متعود ان في حاجه كاتمه على نفسه، فاول ما الكاتم على نفسه ده يمشي هينفصل من مكانه. هو الكرويد اتفصل من مكانه والميه هتبدا تتراكم تحتيه، الفلويد هتتراكم تحتيه، وده بيقلل الضغط. تاني حاجه اوفر فلتريشن. يعني اوفر فلتريشن؟ يعني البليب اتقبت حرفيا، اتقبت البليب اتقبت وبدات تخرج الاكوس على بره في الشارع. اعرفها ازاي؟ لو استبغته بسيدال تيست، استبغته بفلورسين بقى وشفت الحاجات ديت، الاقي ان الاكوس اتصبغ باللون ده والميه نزلت، فاعرف ان هي جايه ايه من الاكوس. تمام كده يا جماعه، كده انا خلصت السبس كليرر. بصراحه ده كده مش هراجعها تاني عشان ما اضيعش وقتكم، ممكن تعيدوا بقى الجزء تاني. تمام. النون بنتريتنج جلوكوما سيرجري، نون بنتريتنج، احنا قلنا بنتريتنج دخلت الانتيريور شامبر، دي بقى مش بتدخل الانتيريور شامبر، حاجه برضه اسمها سكليريكتومي بس ما بوصلش الانتيريور شامبر، بسيب الانتيريور شامبر من غير ما اخشها. طيب عشان ما اخشش الانتيريور شامبر بعمل ايه؟ بسيب الترابيكولوم الموجوده. بصوا ده فتح السكلير، هياخد جزء من السكليرا بس هيسيب الترابيكولوم المشورك سليمه. طب كده عمل ايه؟ قال لك لا، هو بيشيل سمك من السكليرا، فده بيسود الدرينج. شايفين الصوره دي؟ بصوا بلاش الصورتين دول اهي، هو شال جزء من السكليرا بيسهل برده الدرينج، بس الصراحه مش بيقلل الضغط قوي. فدي بستخدمها في الحالات اللي انا مثلا عايزه اقلل الضغط فيها، مثلا حاجه بسيطه او مش حالات الاكيوت. لا ديت اصلا العمليه دي ما ينفعش مع حالات الاكيوت حرفيا. فهي بصوا هو شال كل جزء من السكليرا وهنا، ودي برده بيتكون فيها بليب وكل حاجه. تمام.
بيقول لك تولر ميلر سكيلر فلاب، بشيل تولر ميلر هنا، بشيل جزئين اهو تولر ميلر، واسيب الديب فلاب از اكسايز ليفينج بيهايند، بسيب سين ممبرين، ده سين ممبرين اللي انا سيبته اهو، اللي هو عباره عن ديزمنت ممبرين ترابيكولم او ترابيكولم مش ورك، ثرو ويتش الايكوس ممكن يعدي للانتيريور تشامبر. تمام، ده شكلها بالعمليه. تمام، ده اخر عمليه معانا، او مش اخر عمليه، اخر حاجه معانا في التريتمنت. احمد فالف، احمد تي، بصوا يا جماعه الفكره ان هو بيجيب هنا حاجه شبه قسطره كده بتسحب بيها الاكواس. طب ليه استخدم دوت؟ ما السبسكليرال اكتوم اللي فوق دي كانت حلوه البنتريتنج. قال لك لا، اصل دي ممكن تسد فايبروز، انما الفالف مش هيسد فايبروز. فده شكل الفالف، بصوا ده كيس بيعبي اهو الاكواس، ودوت اللي بيسحب الاكواس. تمام، فهم الجهاز ده بيستخبى جوه الانترا اوكولار ماسل ما بين الميديال ريكتس والميديال ريكتس، او مش متذكره، استنوا ما بين ايه بالظبط، بس هو ما بين الماسل دي هنا اهو. تمام، بيحط ما بين العضلات، بعد كده الانبوبه ديت بيدخلها جوه الانتيريور تشامبر وتسحب هي الاكس. تمام، فالشنت ذا فولو فروم انتيريور تشامبر تو سب، او بتروح سحبها تو سب كونجنتيفال سبيس، بيستخدم بلاستيك امبلانت اسمها احمد فالف. الانديكيشن بتاعها جلوكوما مش هتتعالج، وعمال يحصل ريكانت جلوكوما، او في انفلاميشن، او بيستخدموها اكتر في مصر في حالات الكونجنتال. ده هنا هو بيعينه في العضلات، وده هنا هو بيسحب، وبيستخدموها اكتر لما يحصل فايبروز بعد سابس كلير اكتوم. كده يا دكاتره انا خلصت السيرجيكال تريتمنت. انا هقول لكم، انا قلت ايه المره دي؟ عايز اقول حاجه، السيرجيكال تريتمنت انتوا ما فهمتوش، صراحه فيديوهات الدكتور عبد الظاهر حلوه قوي، عباره عن 40 دقيقه، فيديو 25 وفيديو تاني 20، لان هو مكملها تبع الاوبن انجل جلوكوما تريتمنت. حقيقي جايب فيديوهات حلوه قوي قوي قوي، انا كنت ناوي اقول لكم قبل ما ابدا شرح بس نسيت، عشان يعني لو كنت هتوقفوا الفيديو وتروحوا له. تمام، انا كده بقى الحمد لله النهارده اتكلمت على البرايمري انجل كلوجر جلوكوما، يا رب اكون فدتكم. انا كانت اهم حاجه عندي ان الارز بتسد اما بطريقتين، وبعد كده اتكلمت على السيمتوم بتاعتها مختلفه خالص على السيمتوم بتاعت الاوبن، اتكلمت على الساينز، اهم حاجه في ساينز الضغط عالي قوي، والفيجوال اكت هنا متاثر هناك ما كانش متاثر، السيلر كونجيشن ده مهم، كورنيا الابسيليوم قديمه. تمام، بعد كده التريتمنت، اهم حاجه ابدا بالميديكال تريتمنت، المانيتول والجليسرول والاسيد ازولاميد والبيتا بلوكر والبيلوكاربين، بعد كده ادخل على سيرجيكال تريتمنت، قلنا الاختيارين. وبعد كده عندنا الايرس بستخدمها الياج مهم اسمه، والانجل اي ارجون، والسيلر بادي بعمل لها سيلر ديستراكشن، وبعد كده هنا السيرجيكال تريتمنت عندنا سابس كلير ترابيكليكتومي، وعندنا نون بينتريتنج، وعندنا جلوكوما احمد فالف. كده يا جماعه انا الحمد لله خلصت. عايز اقول لكم بس محتوى الفيديو الجاي ان شاء الله، الجزء اللي انا سبته في الانجل كلوجر هي الديفرنشال دايجنوز والسكندري على طول، وباذن الله يعني والهايبوتومي. تمام، ان شاء الله يعني هيبقى نص ساعه برضه، يعني 40 دقيقه. بشكركم جدا، بعتذر لو كنت قصرت في اي حاجه، سامحوني، ولو استفدتوا مني فده من فضل ربنا عليا، فادعوا لاهلي ربنا يخليهم ليا، يعني مش اهم، مش مهم تدعي لي، تدعوا لاهلي. شكرا جدا ليكم، وبعد اذنك تاني على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.